أثر وإصرار عنوان لمشروع أطلقته منظمة الروادي للتعاون والتنمية في مدينة الباب شرق حلب. يهدف المشروع إلى تكريم الناجحين من المكفوفين بالشهادتين الإعدادية والثانوية. هذه الفعالية عدد المشاركين فيها 120 مستفيدا من أكثر من منطقة، من الباب وجرابلس وعفرين وعزاز ومارع وسلقين أيضا. بدأت هذه الفعالية بلعبة كرة الجرس، شارك فيها 9 لاعبين، ثم فعالية الشطرنج وشارك فيها 6 لاعبين، وألعاب العقل والذكاء أيضا 6 لاعبين. ثم الفعالية الثالثة ستكون تكريم الناجحين في الصفين 9 والبكالوريا، وعددهم 27 طالبا. طبعا هذه أو هؤلاء المكفوفين يستفيدون من منظمة الرواد من خلال مشروع إصرار، هذا المشروع الذي يقدم خدمات التعليم لهؤلاء المكفوفين. الشاب أحمد أحد الشبان الذين فقدوا بصرهم نتيجة إصابة حربية سابقة، عاش تفاصيل هذا المشروع وأنشطته المختلفة من مباراة كرة الجرس وألعاب الذكاء والشطرنج. عملوا لنا حفلة تكريم منظمة الرواد، ومن ضمنهم هاي الفعالية كرة الجرس. الحمد لله لعبناه، والفريقين ما شاء الله كان عليهم اللياقة، وإن شاء الله بنتمنى أنه تتم هالفعاليات وتستمر هالفعاليات للمكفوفين، لأنه هذه المباريات بتطالعنا من جو البيت من الانعزال، أو لما هيك نلعب ومثلا دخل جول أنا أو صديقي وصار تصفيق، بحس بشعور فرحة أنه بيمين عم بشجعه وبيمين عم قله اطلع لا تضل قاعد أنت بالبيت، أنت عضو فعال بالمجتمع ما أنا قاعد. جاءت هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للعصر البيضاء، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق ذوي الإعاقة البصرية وتسليط الضوء على أهمية العصا البيضاء كأداة للحرية والاستقلالية للأشخاص المكفوفين. شاركنا اليوم بلعبة المنقلة اللي هي لعبة العقل والذكاء، النتيجة كانت 2-1، طبعا الفوز كان إلي. هاي الفعاليات عم تحسسنا أنه نحن جزء من المجتمع، وأنه نحن شريحة إن شاء الله قوية بفضل الله عز وجل، ويعني هاي الفعاليات عم تحسسنا أنه نحن إن شاء الله ما لنا ضعاف. يعني تتنوع الفعاليات التي تقيمها المنظمات في المنطقة لدعم المكفوفين الذين فقدوا أبصارهم نتيجة الحرب أو لأسباب أخرى، مما يسهم في دمجهم في المجتمع وتسليط الضوء على إمكانياتهم وقدراتهم. بنينة الباب الشرقية حلب، نبيها الطه، قناة حلب اليوم.